ايه ده من همزه وصل هذا البرنامج اللي بنتواصل فيه معكم ونفتح قناه للتواصل لسماع ارائكم في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري سواء كانت داخليه او خارجيه. نتمنى منكم دائما التواصل وسماع ارائكم على همزه وصل اي جي على الفيسبوك وتويتر، وكثير من القضايا التي تهم المواطن هذا البرنامج منكم وبكم واليكم. ثواني قليله ونبدا معكم هذه الحلقه الجديده من همزة وصل. أهلا بكم من جديد. أثار دفاع المتهمين عن أنفسهم في محاكمة القرن التي المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي ومساعديه، أثارت الكثير من الجدل وردود الأفعال بعدما قام المتهمون بعرض دفاعهم عن أنفسهم وتحدثوا أمام المحكمة ربما لفترات تعتبر طويلة في رأي البعض، ولكن يعني كانت هذه الآراء وردود الأفعال انحصرت في عد من يعني حق المتهم في الدفاع عن نفسه من عدمه، وهل عملية تقديم المتهم لقضيته ولدفوعه ولقصة مثلا يقصها عما حدث من وجهة نظره هل ستؤثر على الرأي العام في القضايا المهمة مثل قضايا الرأي العام كما هي قضية القرن أو محاكمة القرن أم غيرها؟ الكثير والكثير من هذه الآراء. القضاة يرون أن السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم جاء وفقا للثابت بقانون الإجراءات الجنائية، وأن دفاعهم عن أنفسهم يقطع الطريق أمام المشككين في إجراءات المحاكمة. والبعض يقول أن قضايا الرأي العام هي التي يمنح فيها المتهمون فقط بإبداء دفوعهم و يعني دفاع عن أنفسهم أو تحدثوا عن أنفسهم. والأراء بعض الأراء الأخرى تقول أن المحكمة رأت وهي تستشعر أنها أمام محاكمة تاريخية، أن من حق الشعب أن يسمع مباشرة من المتهمين ليس على طريقة التحقيق معهم بسين وجيم كما هو معروف في نظم التحقيق، وإنما وفقا لما يقررونه وحتى لو طال حديثهم كما فعل حبيب العدلي. سؤال هذه الحلقة سيكون كيف ترى دفوع المتهمين في قضية محاكمة القرن؟ كما قلنا هذا البرنامج بكم ومنكم وإليكم، ورأيكم دائما هو ما يهمنا. نتمنى منكم التواصل معنا. تقرير سريع يوضح موضوع الحلقة ونبدأ التواصل في هذا البرنامج معكم بعدها. في مشهد غير مألوف دافع المتهمون بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 من يناير عن أنفسهم أمام القاضي خلال القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، وهي مشاهد لم يعتد عليها المواطن المصري. إن محمد حسني مبارك الذي يمثل أمامكم اليوم، فللمرة الأولى منذ الإطاحة بنظامه في عام 2011 يتحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك من داخل قفص الاتهام عن فترة حكمه وعن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وقتل المتظاهرين. مبارك الذي كان يلقي خطابا مكتوبا نفى عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 من يناير، مؤكدا أنه لم يرتكب جرائم الفساد المالية التي أسندتها إليه النيابة العامة. وأشار مبارك أنه حرص خلال فترة الحكم التي امتدت لأكثر من 30 عاما على تحقيق أكبر فائدة للمواطن على الرغم من التحديات التي كانت تواجهها مصر. إن محمد حسني مبارك الذي يمثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين. من جانبه نفى وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي الاتهام الموجه إلى الشرطة بفتح السجون لإشاعة الفوضى والانفلات في عموم مصر، مؤكدا أن السجون تم اقتحامها وحرقها عنوة
مما كانت لهم المصلحة في إخراج أتباعهم سواء من الإخوان أو من المتحالفين معهم من حزب الله اللبنانية وحماس وكتائب القسام وغيرها، وذلك حسب قوله. وقال العدلي أنه لم يتوقع خروج المظاهرات عن السلمية، خاصة وأن إمكانيات الشرطة لتأمين المظاهرات قد بلغت أقصى حد عددية. وفي نهاية مرافعة مبارك، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 27 من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض والاتفاق على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 من يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكى مبارك ونجلاء وسالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي والإضرار بالمال العام. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا تقرير سريع يوضح موضوع الحلقة اليوم من همزة وصل. وسؤال الحلقة مرة أخرى: كيف ترى دفوع المتهمين في قضية محاكمة القرن؟ نتواصل معكم دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وكذلك عن طريق سكايبي والتليفونات. نذهب الآن إلى زميلتي أسماء حسن، هي في انتظارنا في مركز المتابعة، ومجموعة من التعليقات على الفيسبوك وتويتر. إليك يا أسماء. نعم حسام، بالفعل وردت إلينا مشاركات وتعليقات بشأن دفوع المتهمين في قضية محاكمة القرن. هذه التعليقات حملت ردود فعل مختلفة بشأن دفوع المتهمين. نبدأ معكم مع سعد عسوي، يقول في طي رسالته: بكل صراحة حبيب العدل ومبارك هم دافعوا عن أنفسهم بإنجازاتهم ولم يتطرقوا إلى أخطائهم من فشل حقيقي. أخطاء الأول تتمثل في المحسوبية والرشوة وتسخير الناس لخدمته الخاصة وخدمة رجال الشرطة لصالح الحزب الوطني بدل من خدمة شعب مصر. لو كمان كان هناك غطرسة البعض منهم والتعالي على الناس ولم يفعل شيء. وأخطاء مبارك تتمثل في التوريث في الجيش والشرطة والقضاء والتموين والتعليم والبترول والجامعات وجميع مفاصل الدولة ونسبة البطالة العالية ونسبة الجهل العالية للمصريين والفساد المالي والإداري وارتفاع الديون الخارجية والداخلية. فبكل هذا وأكثر، ولكن بعد كل ذلك تعاطفنا معه لكبر سنه، وأقول لهم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وأخيرا نشكر قناة النيل وأسرة همزة وصل، شكرا جزيلا لك. أيضا يشاركنا بالرأي إبراهيم شريف، يقول: لم يكن دفاع حسني مبارك وحبيب العدلي عن أنفسهم إلا خطابات واهية الهدف منها إظهار أن ثورة يناير ما هي إلا مؤامرة كبرى وهم كان يحميان البلاد من الخونة، والهدف من دفوعهما وتعاطف الشعب معهم. ولكن لو كان يعلمان أنهما مهما يضحكان على الشعب المصري الطيب بكلمات عاطفية ساذجة أنهم لن يستطيع أن يدافع عن أنفسهم أمام الله، فماذا سيقول حسني مبارك أمام الله؟ هل سيقول أنه قد باع غاز مصر برخص التراب لإسرائيل وأنه أفلس مصر وسبب لأطفالها أمراض السرطان؟ وماذا سيقول حبيب العدل الذي أمر شرطته بإثارة الفوضى في البلاد وقتل المتظاهرين بلا رحمة؟ أنها مسرحية كبرى، ويبدو أن الفصل الأخير في النهاية. كانت هذه المجموعة الأولى من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم، وأنوه أن كل هذه التعليقات لا تعبر عن كل الآراء وإنما هي عينة عشوائية لبعض المتابعين للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي. ونتحول مرة أخرى إلى زميل حسام عاطف لمزيد من التعقيب على موضوع حلقة اليوم. إليك حسام. بشكرك أسماء، وبشكر كل من شارك معنا بالرأي. وكما قالت أسماء، هذه مجموعة من الآراء وردت إلينا وهي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن رأي القناة الشخصي، وكذلك لا تعبر عن جميع آراء المواطنين، وإنما هي مجموعة من الآراء العشوائية التي وصلت إلينا. اسمحوا لي أن أنتقل لمجموعة من الاتصالات الهاتفية نبحث فيها المزيد والمزيد من آراء الكثير من الخبراء والمشاركين حول آرائهم في محاكمة القرن والدفوع. وسيكون معي في هذه المجموعة من الاتصالات ضيوفي كالتالي: المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة،
الأستاذ سعيد عبد الحافظ ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، والأستاذ جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي. وأبدأ مع سيادة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، تحياتي لك سيادة المستشار. يعني فكرة أن يقوم المتهم بالدفاع عن نفسه، هل هي مرتبطة بالقضايا قضايا الرأي العام كما يقال عنها، أم من حق أي متهم أن يقوم بالدفاع عن نفسه حتى وإن كان معه محامي يقوم بالدفاع عنه؟ هو بداية الأصل أن المتهم هو الذي يدافع عن نفسه. نعم. وبالتالي فإن تحقيقات النيابة العامة وهي تحقيقات ابتدائية تجري باعتبار أن المتهم هو الذي يسأل وهو الذي يجيب على أسئلة المحقق، وبالتالي يوجه إليه الاتهام ويتولى بنفسه وليس بواسطة محاميه الدفاع عن نفسه أمام النيابة العامة، ويقدم الأدلة والدلائل التي تثبت براءته للنيابة العامة التي إذا اقتنعت بدفاعه أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أما إذا لم تقتنع بدفاعه ورأت أن أدلة الاتهام تربو على أدلة البراءة فإنه الجنائي. تمام. أما أمام المحكمة فالدستور نص على أن لكل متهم في جناية أن يستعين بمدافع عنه من رجال القانون أي من المحامين. تمام. يتولى هذا المحامي الدفاع عن المتهم وإرشاد المتهم على وسائل الدفاع وأن يكون خير معاون له لإثبات براءته من الاتهام المسند إليه. هذا لا يجوب حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بنفسه بشرط أن يوافق محاميه على أن يدافع عن نفسه، لأن المتهم بطبيعة الحال في الغالب الأهم لا يكون من رجال القانون. طب يعني قصد حضرتك معلش في النقطة دي، هل بيسقط دفاع أحد الاثنين؟ يعني لو المتهم حاول يدافع عن نفسه يتنحى المحامي، أو يبقى دفاع المحامي بشكل ما غير صحيح، أو لازم المحامي هو اللي يقوم فواحد من الاثنين يقوم بالدفاع؟ يعني لازم يكون لا واحد؟ لا، هو الأصل كما ذكرت لك أن المحامي هو اللي يقوم بالدفاع، أن المحامي في الجنايات لابد أن يكون مدافعا عن المتهم. تمام. ولكن هذا لا يجب حق المتهم في أن يدلي بإيضاحات أو أن يدلي بدفاع مكمل لدفاع المحامي. طيب. بشرط موافقة محاميه. جميل. طيب سيادة المستشار، بما أنك رجل القانون، ما حدث في محاكمة القرن من حبيب العدلي، من الرئيس الأسبق مبارك، ممن تحدثوا، هل يعتبر هو نوع من أنواع الدفاع؟ هل هو بيان يتلي على القاضي هل سيؤثر، أم هو موجه بشكل عام أو عام للجمهور أو من يشاهد بالذات، لأن هذه المحاكمات تذاع على الهواء؟ يجب أن نعلم أن محاكمة القرن هي نموذج لما يجب أن تكون عليه المحاكمات الجنائية من إتاحة الفرصة الكاملة للاتهام والدفاع في أن يبدي كل منهما وجهة نظري في الاتهامات وفي الأدلة المسندة إلى المتهمين. والمحكمة في حقيقة الأمر اتخذت كافة الوسائل القانونية المنضبطة المواكبة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشرت على كافة أجهزة التلفاز في العالم كله، وتابعها العالم كله ليعرف العالم كله كيف تجري المحاكمات الجنائية في مصر ومدى التزام مصر بمبادئ العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وحق المتهم في الدفاع عن نفسه. أما أن يصبح الجمهور الذي تابع المحاكمة قضاة يحكمون على المحاكمة ويقضون بآرائهم في هذه المحاكمة فهذا أمر غير مقبول، لأن الحكم لا يكون إلا للقضاة فقط دون غيرهم. نحن فقط علينا أن نرى وأن نشهد ما يؤدي إلى التسبب حتى يثبت في يقيننا أن هذه المحاكمة شفافة وأنها تجري بشكل يعني والأصل
والأصل في المحاكمات أن تكون علنية. صحيح. الأصل فيها أنها علنية وليست سرية. الأصل تمام. فيها. أنا بشكرك سيادة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأنتقل للأستاذ سعيد عبد الحافظ من ملتقى الحوار لحقوق الإنسان. يعني حضرتك، من تحيات لحضرتك بداية، فكرة أن من حق الإنسان الدفاع عن نفسه، في رأيك هل كان المقصود من قيام مبارك والعدلي بإبداء أو عرض بيانات أو الدفاع عن نفسهم أمام العلن وأمام أجهزة التلفاز ونقلها للمواطنين وغيره، هل هذا نوع من الدعاية للتخفيف الأحكام أم نوع من الدعاية للتأثير، أم هو ربما نوع أصيل من حقوق الإنسان ومن حقوق القانونية للمتهمين؟ حضرتك والسادة المشاهدين، زي ما كان كابتن المستشار بيتكلم، القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته وله أن يتخذ الإجراءات والخطوات أثناء مرحلة المحاكمة بما يسمح للقاضي الجنائي بأن يكون عقيدته كيفما شاء، إما بالإدانة وإما بالبراءة. هذه النقطة. النقطة الثانية، لا يستطيع إنسان، لا حقوق إنسان ولا حقوق أي حاجة في الدنيا، أن ينكر على متهم حقه في أن يدافع عن نفسه. المبدأ تمام. أي متهم من حقه أن يتخذ كافة الوسائل لتبرئة ساحته من أي تهمة. النقطة الثالثة التي تشير لفت لدى الجمهور وتحدث عنها عرضا سيادة المستشار، نحن لسنا أمام قضية جنائية بحتة، بمعنى لسنا أمام متهم جنائي بجريمة قتل، نحن أمام محاكمة لرئيس جمهورية مصر العربية ووزير داخليته. فشئنا أم أبينا هي محاكمة سياسية، لأن المتهمين فيها أحدهم رئيس جمهورية والثاني وزير الداخلية، وكون المتهمين استخدموا عبارات سياسية وتحدثوا بشأن العام، لأن الأول هو رئيس جمهورية والثاني هو وزير الداخلية. وكما تحدث سيادة المستشار، هذا ليس معناه ولا تهيئة الجمهور ولا تهيئة الرأي العام ولا التأثير، لأن القاضي سيحكم على ضوء الأوراق التي أمامه وأدلة الثبوت وتفنيدها وأدلة الاتهام وتفنيدها، لكن تحفظي الوحيد هو أننا نريد من باقي القضاء أن يحزوا مثل حزو هذا القاضي الشريف، فأن يكسر المجال أمام المجد عليهم الآخرين وأمام الجنان الآخرين، فأن يتخذوا هذه المساحة لتبرئة ساحتهم، حتى لا نكون أمام تمييز أو عدم تكافؤ فرص بين متهم وآخر. حتى لو طيب يعني أستاذ سعيد، بعض القضاة يرون أن السماح يعني طبعا للمتهمين بالإدلاء بتعليقاتهم أو بدفعهم أو مهما كان قام به بعض القضاة، والدليل أن قبل كده دفع محمد البلتاج عن نفسه، والرئيس المعزول محمد مرسي سمح له بالكلام كذا مرة في يعني في المحاكمات، لو أنت بتشير بشكل ما إلى من نتحدث عنهم الآن. نحن نريد للقضاء المصري حتى يعني نشرك الرأي العام في اتخاذ قرار المحكمة في النهاية، ولكن ليطمئن الجميع أننا أمام محاكمات علنية يفتح المجال ومبني عليه ليبرئ ساحته. ولكن أنا بأكد، لا اتهم بما فيه رئيس الجمهورية الأسبق ووزير الداخلية الأسبق في أن يدافع عن نفسه والعبارات ما شاء، لأنه حق أصيل. حق الدفاع عن النفس هو حق من حقوق الإنسان. تمام. عجبنا الكلام اللي بيقولوه، ما عجبناش دي مسألة تانية. لكن تمام، القاضي هو في الأول وفي النهاية، في البداية وفي النهاية القاضي هو من سيحكم بناء على ما ترسخ في عقيدته من اتهام. احترام أحكام القضاء ومراحل القضاء ونرضى بها حتى لو لم تعجبنا. طيب، يعني من مجموعة من متابعتنا على الفيسبوك لآراء المواطنين، الكثير منهم قالوا إن هذه المحاكمات ربما كانت قاصرة بشكل ما لمحاكمة النظام الأسبق، نظام حسني مبارك. فيعني بعض المعلقين قالوا انه كان يجب محاكمته على سوء التعليم وعلى الصحة وعلى المواد المسرطنة وعلى الكثير من الأشياء. هل المحاكمات السياسية كما قلت حضرتك منذ قليل، محاكمة رئيس جمهورية ووزير داخليته، يجب أن تكون محاكمة سياسية بمعنى سياسية على الفساد السياسي والمالي وغيره، أم يجب أن تكون محاكمة بشكل جنائي على قتل المتظاهرين أم على رشوة أم على غيره كما شاهدنا في بعض القضايا؟ يعني
طيب دعني أوضح لحضرتك أنا ما قصدته. نحن لا نعلم جريمة جنائية بحتة، ولكنها جريمة ذات طبيعة سياسية من حيث كون المتهمين فيها قيادات سياسية. تمام. لكن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالجريمة السياسية. الناس بتتحاكم في مصر طبقا لقانون العقوبات، أي جريمة موجودة في قانون العقوبات بيحاكم عليها. ما دام احنا ما عندناش حاجه اسمها جريمه سياسيه، لا فساد سياسي ولا تعليم ولا مرض مسرطنه، هل القاضي من صلاحياته ان يخترع نص قانوني وهو قاعد على المنصه ويتحاكم بيه؟ ما عندناش، ليس لدينا في قانون العقوبات كل هذه الامانه التي يتمناها الناس، المواد المسرطنه. طيب من ناحيه اخرى، الكثير طالب بمحاكمات سياسيه ومحاكمات تكون رادعه لكل من سياتي بعد ذلك لحكم مصر. في مجال حقوق الإنسان، هل كانت مثل هذه المحاكمات ستقبل على مجال حقوق الإنسان يعني كمدافعين عن حقوق الإنسان، أم كنتم سترفضوها؟ حقوق الإنسان في النهاية يا أستاذ حسام لها إطار قانوني ومرجعية قانونية، طالما أن إحنا بندافع عن سيادة القانون وعن تطبيقه بالمساواة والعدل بين الناس. إحنا ما عندناش في مصر اللي احنا نعمله المطالبين به، نشد حنا شويه كقوة سياسيه ومدنيه في البرلمان القادم، وان نقدم للبرلمان القادم مشروعات قوانين تسمح بان تكون الجرائم السياسيه موجوده في قانون العقوبات، ومن ثم يمكن لنا ان نحاكم في المستقبل القيادات التي تفسد المجتمع السياسي. تمام. استاذ سعيد عبد الحافظ، ملتقى الحوار لحقوق الانسان، انا بشكر حضرتك. انتقل للاستاذ جمال ابو شنب، استاذ الاجتماع السياسي. استاذ جمال، تحياتي لحضرتك. بالطبيعي أن محاكمة مثل محاكمة القرن، وهي سميت محاكمة القرن لأنها لم تحدث في مصر ربما في الدول العربية من قبل، محاكمة رئيس لجمهورية مصر العربية، ستغير من وجدان المواطن المصري قبل أي آخر. يعني في رأيك هل هذه المحاكمة ستغير فعلا من الواقع الاجتماعي لمصر على الواقع الاجتماعي الداخلي وعلى الواقع الاجتماعي السياسي وغيره؟ لا شك ان مصر لديها نظام مؤسسي قضائي، ونظام المؤسسي القضائي فيما يتعلق بقانون الاجراءات الجنائيه والعقوبات فهو واضح، والدستور القديم يؤسس لذلك. اما على المستوى السياسي فيجب ان يكون اساس المحاسبه واضح للجمهور كله ان المحاسبه جنائيه وليست قانونيه. تمام. وقد اتاحت المحاكمه جنائيه وليست سياسيه. تمام. ولذلك الجانب الجنائي سوف يحكم فيه القاضي بضمير القاضي وفيما يتعلق بالقانون. اما على المستوى السياسي انا شايف ان المحاكمه كانت المشهد الاخير لتجميل صوره النظام السابق امام الجمهور من خلال ما تطرق اليه حديثهم على المستوى السياسي وليس على المستوى الجنائي، والمستوى الجنائي كما هو معروف من خلال ادله. ولذلك هنا ايضاح ان هناك مؤامره من خلال التنظيم الدولي مع الموالين له من الداخل والزراعة العسكرية الموجودة في حماس أتاح فرصة على المستوى السياسي حجم المؤامرة، وده يحسن من الصورة الخاصة بالنظام السابق أمام الرأي العام، خاصة الموالين لهم أصحاب المصالح من النظام السابق. أما على مستوى الجماهير العريضة والشعب المصري ككل ومن طلبوا بالتغيير ونحن الثورة خاصة بعد يوم 28 وموقعة الجمل، وكانوا مطالبين بالتغيير على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفساد السياسي والإداري، كل ده هناك رد فعل لا شك، وذلك نجد على مستوى الرأي العام في انقسام من خلال شريحتين. الشريحة الأولى التي ارتاحت لإتاحة المحكمة فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، الدفاع بقدر المطلوب ضد التهم الموجهة إليه، ولكن هنا نجد ان الدفاع الخاص بالمتهمين استغرق، يعني حبيب العدل اتكلم لمده يومين ورئيس الجمهوريه اخذ صيغه الخطاب السياسي الموجه للجماهير. تمام. وده انا شايفه على المستوى الاجتماعي والوجدان الاجتماعي يترك اثر على الشريحتين مختلف. الشريحه الاولى ارتاحت لهذا الكلام لانه يجمل الصوره الخاصه بالنظام السابق بالرغم من خروجه من المشهد السياسي. تمام. طبعا حضرتك بتتكلم عن نظام الاخوان المسلمين، نظام المعزول. تمام. اما على النظام السابق وهو نظام الرئيس حسني مبارك. تمام. النظام الاسبق حضرتك. المستوى الاجتماعي والثقافي والوجدان الشعب المصري العام هناك شريحه كبيره من الغالبيه غير مرتاحه لاتاحه الفرصه للحديث في هيئه خطاب او اكثر من يوم لحديد العدلي، لان ذلك معناه ان الناس التي طالبت بالتغيير وخاصه ان احنا مقبلين على انتخابات برلمانيه تاليه
يتيح الفرصة لجماعة الضغط والنفوذ والموالين للسلطة القديمة من خلال التحالف بين رأس المال والسلطة، إتاحة الفرصة لهم على المستوى الجماهير. طيب الانتقاد مرة أخرى على الحياة. أستاذ جمال، سؤال سريع، سؤال سريع، في رأيك الشخصي وفي رأي التحليل الاجتماعي لمصر في الوضع السابق، كان من المفضل المحاكمة النظام الأسبق على الشكل الثوري بمحاكمات ثورية أم محاكمات جنائية عادية؟ خطر جدا الحقيقة في من خلال التجارب المحاكمات الثورية في النظم السابقة، هناك خطر في المحاكمات الاستثنائية، واتفق على ذلك كل المحللين وكل النظم تمام. السياسية. ولكن أجرينا محاكمات على المستوى الحالي، على المستوى الجنائي، وتركنا الجانب السياسي لقصور تشريعي في النظام السياسي السابق والنظام القانوني. لا يوجد في القانون المصري ما يطلق عليه بالمحاكمات السياسية، وكان يمكن لهيئة المحكمة أن تتيح الفرصة لبعض الجزء من المحاكمة على الجانب السياسي من خلال تشريع جديد في المرحلة الانتقالية. ولذلك أرجع للنقطة الخاصة بتاع العدالة الانتقالية التي طالب بها الشعب كثيرا منذ 25 يناير، لا وحتى في المرحلة الانتقالية الأخيرة اللي هي بعد 30/6 كان هناك وزير للعدالة الانتقالية، ولماذا لم يضع في هذه المرحلة أساس تشريعي للمحاكمة السياسية حتى نجد رد الفعل السياسي والاجتماعي على المستوى الجماهيري يرتاح لهذه المحاكمات؟ نتمنى أستاذ جمال أن يكون صوتك وصل ونبدأ نحط هذه التشريعات حتى يتعظ من سيأتي لحكم مصر أو في رئاسة الوزراء أو غيره، وكذلك حتى يستطيع الشعب أن يحس أن حقه لم ولن يضيع أبدا. بشكر الأستاذ جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي، والأستاذ سعيد عبد الحافظ من ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، والمستشار رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة. ومشاهدينا الكرام، دائما رأي المواطن المصري العادي في الشارع له مكان في هذا البرنامج. كاميرا النيل تجولت في الشارع وأخذت آراء المواطنين، فلنستمع إليها. والله بالنسبة للمبارك وبالنسبة للحبيب العدلي والمساعدين بتوعه، يعني أنا شايف يعني إن الكلام اللي اتقال منطقي، يعني الدفوع اللي أبداها هيئة الدفاع عنهم منطقية. وجهة نظري الدفوع، أنا شايف يعني الرؤية مش واضحة لنا كلنا كشعب مصري ومعظم الناس، الحقيقة فين؟ أنا شايفها إن هي مسرحية هزلية بكل معنى الكلمة. لما شفتها يعني أصابتني باستفزاز، بقالي كتير وفي سنين طويله ما شفتوش. يعني اقل ما يقال ان يعني ان احنا بنصيغ شيء من 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 حالته الى ضده. هو انا طبعا ملياش الراي القانوني اللي هو يقدر يقول ان ده كويس او مش كويس، كويس من الناحيه القانونيه، لما شفت فريد الديب وهو بيتكلم حسيت ان هو بيتكلم باسانيده، ان النيابه كان كلامها مش مترتب. يعني حسيت ان فريد الديب واخد موقف اقوى في كلامه وهو بيتكلم، وطريقه تغيير صوته وطريقه التون في الكلام والتريقه شويه والهزار شويه وان انتوا شغالين غلط، فخلاني كنت حاسسني ان انا قربت اعتذر يعني لحسني مبارك. مش كده يعني الراجل غلط، يعني مش معنى كده ان هيطلع من الموضوع يعني زي ما صور لنا ان هو مظلوم واحنا لازم كلنا نعتذر له، مش هينفع كده يعني. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، دي كانت مجموعة من آراء المواطنين في الشارع. دائما هذا الرأي رأي المواطن، هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، ورأيكم دائما هو ما يهمنا. ونفتح معكم جميع أنواع التواصل، إذا كان في الشارع، إذا كان عن طريق الفيسبوك أو تويتر، وسائل التواصل الاجتماعي، أو إذا كان عن طريق التليفونات. واسمحوا لي أن أنتقل مرة أخرى لزميلتي أسماء حسن ومجموعة من التعليقات الجديدة على الفيسبوك وتويتر، وإليك أسماء. نعم حسام، نفس التباين الذي كان يهيمن على رأي الشارع المصري أيضا يهيمن على آراء المشاركين على موقع التواصل الاجتماعي. نبدأ معكم مع طارق البنا، يقول في طي رسالته: لقد حاول
حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك أن يكسب تعاطف هيئة المحكمة والشعب المصري من خلال كلمته العاطفية في محكمة الجنايات. بالفعل كانت كلمة عاطفية لأبعد مدى، وقد دغدغت مشاعر الكثير من المصريين. وإحقاقا للحق، نحن نعلم والشعب المصري يعلم أن الرئيس مبارك له ما له وعليه ما عليه، فله الكثير وعليه الكثير، والتاريخ سيقول كلمته. لكن لابد لنا أن نقدم التحية للرئيس الأسبق حسني مبارك على عدم خروجه أو هروبه من البلاد، رغم الإغراءات والدعوات له بذلك وإصراره على البقاء في مصر والامتثال للمحاكمة ورغبته في أن يموت في أرض الكنانة مصر. أما بالنسبة لهيئة المحكمة فأنها لا تتعامل إلا من خلال أدلة الثبوت والإدانة، وأعتقد أن هيئة المحكمة لن تنساق خلف العواطف، وإذا فعلت ذلك سيفقد القضاء المصري مصداقيته أمام الشعب المصري والعالم كله. فالمصريون يعلمون أنها قضية القرن، ضخمة ومعقدة ومتشابكة، لذلك فالمحكمة لن تتخذ قرارها إلا بعد أن تطمئن تماما في تحقيق العدالة. أيضا يشاركنا بالرأي المايسترو المحمدي يقول: حاجة غير مجدية اسمه تلاعب بالعقول، يعني لو واحد عادي كان هيدافع عن نفسه ولا ناس وناس؟ أيضا يشاركنا بالرأي وائل عبدين يقول: دفوع منطقية تدل على غباء الشعب المصري عند قيامه بثورة يناير وترك الأمور للقضاء المصري الشامخ لمحاسبتهم على الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والإهمال والتخاذل وإهانة كرامة المصريين في الداخل والخارج وقتل الفقير وتعذيبه في الأقسام والسجون، وهنا أقصد ضباط حبيب العدل الفاسدين وليس من يضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مما يعد من ضمن الأخطاء التي وقعت فيها ثورة يناير، ومنها ترك الإخوان يفرقون الثورة يفرغونها من مضمونها وأهدافها، عدم إقامة محاكم ثورية في وقتها، وتأميم الشركات والأموال التي سرقها هؤلاء قبل تهريبها للخارج، عدم وضع قوانين للمساءلة السياسية وفساد السلطة الحاكمة. من الآخر كده البلد دي لو راحت في داهية يبقى السبب الإخوان. كانت هذه المجموعة الثانية من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم، وتحول مرة أخرى إلى حسام لمزيد من التعقيب بشأن موضوع حلقة اليوم. إليك حسام. بشكرك أسماء وبشكر كل من شاركنا بالرأي، وأؤكد مرة أخرى أن هذه الآراء لا تنم بأي شكل من الأشكال عن رأي القناة أو رأي مقدم البرنامج أو معد البرنامج. هذه الآراء هي آراء مواطنين عاديين، إما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاتصالات الهاتفية، فما نحن إلا أداة لتوصيل آرائكم وسماع آرائكم في جميع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين. نستقبل مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية لنتابع آراء الشارع وتحليل للوضع الحالي بعد دفوع المتهمين في محاكمة القرن. سيكون ضيوفي في هذه المجموعة من الاتصالات المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ سعيد مدين أستاذ القانون الجنائي، والأستاذ أحمد محمود من القاهرة. أبدأ بالمستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة. سيادة المستشار تحياتي لحضرتك. يعني فكرة أن يقوم المتهم بالدفاع عن نفسه، المستشار أكد لنا أن هذا من حق المتهم، من حقوقه الأصيلة أن يدافع عن نفسه بوجود محامي، ومن حقه أن يقوم بالدفاع عن نفسه وتوضيح بعض الأركان في قضيته للدفاع عن نفسه. لكن هل يمكن فيما سيأتي بعد ذلك أن يتم نقض بعض هذه القضايا والأحكام بسبب مثل هذه الأسباب، الدفاع عن نفسه، أو أن هذه القضايا تعتبر قضايا رأي عام ربما يكون تحدث المتهمين فيها لاستعطاف المواطنين أو غيره ربما يؤثر بشكل ما على الحكم أو على القاضي في إبداء أحكامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتي لقناة النيل. تحياتي ليك يا فندم. قناة النيل ومستمعينها الكبار. يعني أهلا بيك يا فندم. أنا عايز أوضح بعض النقاط. اتفضل يا فندم. القانون للإجراءات الجنائية في المادة 268 نص على إن الجلسات بتكون علنية، الأصل أن تكون الجلسة علنية. تمام. ليه ما كانش حاجة تتعلق بالأداب العامة أو غيره أو أمن قومي؟
قال ان الكارثه تكون علنيه. ليه؟ لان الاحكام في الاول ولا في الاخر بعد ما بيتكتب عليها فوق كده بسم الله الرحمن الرحيم تليها على طول باسم الشعب. اذا الشعب من حقه انه يعرف ومن حقه انه يترسخ قدامه ايه اللي بيحصل وانه هو يصمت ويعرف العداله بتبقى ماشيه ازاي في مصر. انما اللي بيشغلنا حضرتك بقى انا على المستوى الشخصي ماذا بعد ان تصدر الاحكام؟ هل بعد ما يصدر الحكم بعد ما شاف الناس اللي حصل وبعد ما شاف الترتيب الاجراءات القانونيه اللي نص عليها القانون، القانون بيقول ان المتهم يجوز للمحكمه ان تساله وانه في وفقا للماده 275 اجراءات بتنص على ان يكون المتهم اخر من يتكلم ثم يقفل باب المرافعه بعدها. تمام. وان المحكمه كان من حقها تستوضح وتتناقش معاه وتوضح. هذا العمل مهنه دقيقه. صحيح. مش مسموح بعد ان تصدر الاحكام. اللي يشغلني بعد ان تصدر الاحكام بقى النهارده انا شايف ناس في الشارع حاشا لله برضه قلوبهم لسه مصطفيه ويقول لك دي مسرحيه، وناس تانية بتقول لك المتهمين دول كانوا يعني ما فيش اي شيء ينالهم ودول ناس ما عملوش اي حاجه والظروف اللي حصل الحديث عنها هي اللي خلت المساله توصل بالبلد للظروف دي. احنا ننتظر الحكم العادل اللي هيصدر من مجموعه من كوكبه قطاع مصر تدرس في المعاهد في العالم كله ايه اللي حصل في مصر. انما بعد كده يقعد ناس في المقهى وكل دي عشرات الالاف من الاوراق محاضر وجمع استدلالات واحراز وشهود وترتيب شهود وشهود. وحضرتك قلت في البدايه دي مهنه محتاجه لسنين وسنين، مهنه القاضي مهنه محتاجه لكثير من عمل. طب سياده المستشار، السؤال اللي بيطرح نفسه اللي دائما بيطرحه الجمهور ان هذه المحاكمات كانت لابد من البدايه ان تكون محاكمات ثوريه وليست محاكمات جنائيه، يعني نحاكمهم على فساد التعليم، نحاكمهم على فساد الصحة، على المواد المسرطنة، على 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 الكثير من القضايا التي يرى المواطن الذي ثار على هذا الحكم بسبب هذه القضايا وليست بموضوع إجراءات قانونية. الشعب المصري منذ 25 يناير ارتضى أن يحكم القانون الجنائي المصري القائم. الشعب المصري ما طلبش، ويمكن ده بحكم تركيبته انه يبدا لقضايا سياسيه وانها ما ستكون هذه دائره تدور على الكل وتدور في حلقه مفرغه وغير معروف حتى الان ما هي الجرائم السياسيه. هنترك هذا للعداله الانتقاليه اللي بتجري تابع قوانينها الان. تمام. انما اللي انا عايز اقول نقطه مهمه بعد كده. تفضل يا سياده المستشار. هذا الذي حدث في قاعة المحكمة وما سمعناه كلنا هذا يمثل درس للمتهمين في أي قضايا أخرى. المتهم في أي قضية أخرى قصد حضرتك من ناحية الشفافية والعلنية وتدريس هذه المحاكمة على أنها محاكمة. لا مش قصدي ده بس بحضرتك. تفضل. قصدي في التعامل بين المتهم والمحكمة. تمام. المتهم أمام أمام المحكمة. طيب سيادة المستشار، يعني أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة ونأسف لضيق الوقت. سيادة المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، وانتقل للأستاذ سعيد مديان أستاذ القانون الجنائي. أستاذ سعيد، يعني مجموعة من الآراء المتضادة وأصبح الشارع منقسم ما بين مؤيد لما حدث في المحاكمة ومعارض له، أو يرى الوضع أو كما كثير من القضايا في مصر يعني من وجهتي نظر مختلفتين تماما. في رأيك ما حدث في المحاكمة من ترافع المتهمين عن أنفسهم، هل كان يعني بشكل ما موضوع للدعاية الوطنية أو دعاية أمام المواطنين، أم هو بيعتبر حق أصيل من حقوق المتهمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحيي قناة النيل للأخبار وبحيي المشاهدين. بنشكر حضرتك وكل من يهمه هذا الأمر من جمهور مصر العظيمة. وأنا بقول ما حدث في محاكمة القرن هو نوع من الشفافية المطلقة التي أطلقها رئيس المحكمة، ولكن لي تعقيب على سيادة المستشار في كل ما قال بأيده، وهناك اختلاف جزئي فقط لغير بأن
سؤال المتهم لا يكون إلا بعد موافقة دفاعه، لأن المتهم بيبقى في موقف لا يحسد عليه وقد يأتي بكلمة يسترضي بها المحكمة وتؤدي به إلى الهلاك. فهذا الأمر إجرائي بحت وله شفافية مطلقة في إجرائه، هو أولا أن يوافق الدفاع على أن يتم هذا الإجراء من قبل المحكمة. فإذا لم يوافق الدفاع على سماع أقوال المتهم امتنعت المحكمة عن سؤال المتهم حرصا على مصلحة المتهم وحرصا بس على يعني حضرتك من الواضح أن كان الدفاع موافق، وأن يعني ما قيل من حبيب العدلي وما قيل من حسني مبارك كان مجهز. نأتي بقى لتقييم هذه الكلمات. طب سريعا أستاذ سعيد بعد إذنك، قالها الرئيس الصادق كلمة جاءت مختصرة جدا، جاءت تحمل رسالات من أهم الرسالة التي حملت فيها وهو رضاؤه عن سيادة الرئيس السيسي والإدارة القائمة بإدارة البلاد، وده شيء يؤخذ منه ويحمد عليه لأنه هو في مجال شهادة على العصر وشهادته يعمل بها ويؤخذ عليه. تمام. أما في عداد ما نقره وما قاله من أن الإنسان من المحتمل أن يخطئ ويصيب، فالخطأ والصواب هذا تقدره المحكمة من واقع أوراق الدعوة، ولا يمكن لأي منا الإفتاء على هذا الأصل والقول بأنه بريء أو مدان، ولكن الحكم سيكون للمحكمة في هذا الشأن ونتركه لأننا لا نجوز أن نتكلم فيه ويعتبر قولنا تدخل في فعل القضاء. جميل. أنا بشكرك. معلش يا أستاذ سعيد احنا بنعتذر لأن الوقت دهمنا وسنضطر إلى أغلاق الحلقة. أنا بشكر الأستاذ سعيد مديان أستاذ القانون الجنائي والمستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، وبعتذر للأستاذ أحمد محمود من القاهرة. ومشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة، كنا نتحدث فيها عن محاكمة القرن وما حدث فيها وما سببته من بلبلة لدى المواطن العادي. بنشكركم دائما على حسن المتابعة، هذا البرنامج بكم ومنكم وإليكم، ودائما الرأي فيه رأيكم وما نحن إلا أداة لتوصيل صوتكم. حلقة الغد سيكون سؤالها كالتالي: كيف تقيم منظومة الخبز الجديدة؟ نشكركم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.